السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام بالسلام النادي لوليدات بلادي معنا بمدرسة رقية بنت الرسول الإيكولوجية لمتابعة مجموعة من الأعمال والأنشطة التي أنجزها نادي البيئة لمدرسة رقية بنت الرسول، وذلك استعدادا للمشاركة في ملتقى التلاميذ الرابع الذي تنظمه مديرية وزارة التربية الوطنية بسلا بشراكة مع الفرع الإقليمي للتنمية التعاوني المدرسي ومع ايضا المدرسه العليا للتكنولوجيا التطبيقيه بمدينه سلا. معنا منسق نادي البيئه الاستاذ الفنان طه بن العياشي. هذا الفنان المتعدد المواهب الذي يملك مواهب متعدده، فهو خطاط ورسام الى جانب استغلاله لمجموعه من المواد المتلاشيه لانتاج تحف فنيه. سي الأستاذ العياشي يعتبر العمود الفقري للحياة المدرسية داخل المؤسسة، بحيث أنه بفضل جهوده ومجهوداته استطاع أن يجعل المدرسة منخرط وشريك لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وذلك بحصول المؤسسة أيضا على اللواء الأخضر. إذا بهذه المناسبة سيحدثنا الأستاذ طه بن العياشي على مراحل إنجاز مجموعة من التحف الفنية رفقة أعضاء نادي البيئة الذين سيحدثوننا أيضا عن هذه المراحل، وشكرا لكم على المتابعة. السلام عليكم. كنتواجدنا اليوم كنتواجدوا في المتحف البيئي للرقية بنت الرسول، احنا بصدد التهيئ للمشاركه في الملتقى التلاميذي الرابع لمدينه سلا. المدرسه كتشارك بمجموعه المنتوجات اللي مصنوعه من المتلاشيات. في البدايه اننا بدينا العمل ديالنا كنا كنشتغلوا على الورق، بحكم ان المؤسسه كتنتج واحد المجموعه ديال النفايات الورقيه. حاولنا ايضا نعلموا التلاميذ ان جميع المتلاشيات يمكننا استغلوها، منها الخشب، منها البلاستيك، منها الأقراص المدمجة. إذن كل هذه عطاتنا منتوجات فنية إلى ما نقولوا يمكننا نستغلوها مرة أخرى. وأخليكم مع التلميذة يسرى الحراز، عضوة رئيسة النادي البيئي وعضوة في النادي النشيطة أيضا، نخليوها هي اللي غتقدم لكم كيفيه انتاج هذه المنتوجات هذه. يسرى الحراز تلميذه في القسم السادس ابتدائي ورئيسه نادي البيئه لمدرسه رقيه بنت الرسول. نبداو بهذا المجسم ديال بن سينا وهذا المجسم ديال الزعيم غاندي. هذا في الاول كنصاوبوه بهذا البوليستر اللي ديجا حنا كنصاوبوه وكنشكلوه على الشكل اللي حنا بغيناه. من بعد كنديرو فوق منه هاد عاجل الورق هذا اللي ديجا حنا كنا صاوبناه من الاوراق المستعمله اللي كتشط علينا من المؤسسه، وكنعجنوها مع الماء والكولا كنعجنوهم، وكيعطينا هاد المجسم هذا وكنجمعوه من تحت بهاد البوليستر وكيعطينا هاد المجسم هذا. ثاني مجسم اللي هو هذا اللي هي سنه المهمله اللي صاوبناها من حامل البيض كما كتشوفوا. اما هذا فهو كوخ اللي صوبناه من بقايا قطع الخشبيه، درناها بالكولا وشكنا على هذا الشكل ومن بعد درنا ليها الفيرني. هذه اللوحه هذه صوبناها من عاجل الورق اللي ديجا شرحته لكم، وهاد الاوراق ديال الاشجار الميته وهاد الورق مقوى ولقيق كنشكلوه بهذا الشكل. هاد الاباجور هذا صوبناه من هاد القطع
الخشبيه، باقي قطع الخشبيه اللي شكلنا على هذا الشكل هذا من الكره. هذا واحد الصاق ديال هذا كيتشكل من الجزء العلوي ديال قنينه الجبل، كنشكلو كنقطعوهم وكنشكلوهم بهذا الشكل هذا كيعطينا هذا الاباجه. هاد التوريال اللي صوبناها من الانابيب البلاستيكيه كنقطعوها على هذا الشكل هذا، كنقطعوها وكنشكلو بها هذا المجسم هذا. اما بالنسبه لهذه اللوحه هذه شكلناها من مجموعه ديال المفاتيح اللي صارت غير قابله للاستعمال، كنشكلوها كنصوب بها اللوحه ونقدروا نعلقوا فيها السواش ديالنا هنايا باش ما يتلفوش. بالنسبه لهذه المجموعه ديال المجسمات ديال الاقراص المدمجه كنصوبوها على هذا الشكل هذا، كنشدوا الاقراص المدمجه كنقطعوهم كندير لهم هذا الشكل هذا وكندير لهم هنايا العقاق، ونقدروا داخل نحطوا بهم الورد اي حاجه بغينا. نفس الطريقه بالنسبه لهنايا كنشكلوا كنقطعوا على شكل خماسي، كنلصقوا بعد كنلصقوهم مع بعضياتهم وكنديروا لهم هنايا كيف ما كتشوفوا البريون، كنديروا فيهم داخل الورد. هذا صوبناه من نبات الثوم، ها هو اللي كنشدوه وكنلويو عليه الاوراق، كنلويو على هذا الشكل باش كندعموهم وكنصبغوهم وكنديروا بهم هذه الاشكال هذه. بالنسبه لهذا صوبناه من القنينات البلاستيكيه، كنقطعوهم على هذا الشكل كنصوب بهم هذه الوريدات الزوين. هذا اللي كتشوفوه هذا صوبناه من القنينات البلاستيكيه، كنقطعوا الجزء العلوي ديالها كنديروه لتحت ومن بعد كنصبغوها ونشكلوها كيف ما بغينا. بالإضافة لهاد الأوراق هذا، هذا صوبناه هاد الطائر اللوحة الوردي الجميل اللي صوبناه من عاجل ورق نضيج وصبحتو ليكم، كنصوبو على هاد الشكل. من الفوق كنديرو ليه النجارة، كنديرو ليه الكول، كنديرو ليه الشف، كنديرو ليه الكرة من الفوق، كنديرو ليه النجارة وكنصبغوه وكيعطينا هاد الشكل هذا. بالنسبة لهاد المرآة هادي اللي هي على شكل الشمس، صوبناها من هاد القطع ديال الدوم اللي دعمناها بالاوراق، كنصوبو على هاد الشكل هذا وكندورو على المرآة كتعطينا هاد المرآة هادي الجميل على شكل الشمس. هاد الطابلو هذا صوبناه من عاجل ورق، هاد اللوحة المشكلة اللي صبغناها وعطاتنا هاد الشكل. نفس الطريقة كنصوبو مع الطابلو هذا تا هو، صوبناه من عاجل ورق وصبغناه فيه ورسمنا فيه كيف ما بغينا. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار الاستعداد للمشاركة في الملتقى التلاميذ الرابع للبيئة الذي تنظمه مديرية الإقليم لسلا هذه السنة، وبتعاون مع النادي البيئي نتشرف نحن مدرسة رقية بنت الرسول أن نقدم منتوجا وعبارة عن مجموعة من التحف وإبداعات التلاميذ تحت إشراف المنسق السيد طه العيشي. هو عمل بيولوجي خام صف، تم إعداد له من طرف ثلة من خيرة التلاميذ أعضاء مكتب البيئة، وبمساعدة جميع الأساتذة الذين يدرسون في هذه المؤسسة وعلى وضمنهم الأستاذ الجليل سي عمر الشرقاوي المكنسي المنسق والمكلف بالتواصل، فله جزيل الشكر والتنوين لأنه دوما يقوم بتغطية مثل هذه التظاهرات التي لا تزيد لهذه المؤسسة إلا إشعاعا داخل المديرية الإقليمية لسلا. بالنسبة للمعروضات فهي عبارة عن مجموعة من التحف أبدع فيها التلاميذ كما سبق أن ذكرت، وكانت قد شملت جميع المجالات من لوحات ومن مجسمات، وكل ذلك نتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى ان ينال اعجاب الزوار. وشكرا.
السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. بالسلام النادي لوليدات بلادي. السلام عليكم. السلام عليكم.